صم الجد انا هطلق النهارده، تعالى بسرعه تاخد بيك. انجز زكريا اوعى تعمل صوت. هو مش ايه سنبل، انت ناس الشغل النهارده ولا ايه؟ الساعه كام يا بنتي؟ هتلاقي الساعه 3:30 كمان دلوقتي. ده 3:30. طب قول يا سنبل ازاي؟ انت اخرت الشغل النهارده ولا ايه؟ ليه يعني؟ ايه مش معنى السؤال ده يعني؟ انا بسالك عشان اظبط حالي في البيت بقى. انت خبيتها تاخريني يا بنتي كده. مين دي زهبات ولا عايز ايه؟ اكلمه بقى ايه؟ اشوفه فين؟ ما اكلمه بقى اشوفه فين؟ الو ايه انت فين؟ ايه ده انت شفت اسطنبول؟ اوعى يكون شافك. طب جدع كويس، بقيت بعيد يعني؟ طب ما تنجز يا حبيبي، يلا تعالى. يلا يا قلبي ده مستناك على طول. بص يا قلبي اوعى حد يشوفك، بص كده حواليك وانت ماشي، وبص على البلكونات والجيران اللي حد يشوفك عشان ما تجيبليش مشكله وحد يبلغ اسطنبول. طيب تمام ماشي، انجز يلا. هفتح لك انا الباب على طول بقى، يلا. اوعى اسطنبول يكون لسه قدامك. طيب يلا يا حبيبي هفتح لك اهو. يلا مع السلامة. يا ربي ما حد يشوفه. اهو بقى خش خش بسرعة ما حد يشوفك، انجز. انت عامل ايه؟ وحشتني. ايه؟ تكون واقع منه ولا حاجة؟ يا رب كنا نسيته في البيت، بس ما كنتش واقع مني هنا ولا هنا. اهو سنبل قال هيتأخر النهاردة، نقعد مع بعض طول النهار. يكون واقف فين ده ولا راح فين؟ ماشي خش بقى اظبط حالك كده، اللي عايز تاخد دش خش خد دش. يلا صم الجد انا هطلق النهارده، تعالى بسرعه تاخد بيك. انجز زكريا اوعى تعمل صوت. هو مش مدوخني يا بنتي؟ يا فندي. ايه يا سنبور؟ تتميلي عند التلاجة؟ لا كنت بنضفها كده ومطلع الحاجات كده، بعمل الحاجات كده. طب وعشان بتنضفيها واقفة ليه هنا برضو؟ ما انا بنضف التلاجة يا طلعت، بعمل حاجات يا سنبور. وبعدين مش تفكريني بالتليفون؟ انت نسيته معلش يا سنبور، معلش. انا كده مش رايح الشغل النهاردة، كده مش هينفع اروح الشغل كده. ليه؟ ايه اللي ليه؟ الساعة كام دلوقتي؟ مش كده يا سنبور، روح. اروح في ايه؟ ماشي يا سنبور. طب خش. طيب غير هو مفيش مزح. لا في ايه يا بنتي؟ لا بظبط التلاجة يا سنبل، معلش عشان ما تتكهربش يا سنبل. النظافة دي حط عليكي من امتى يعني؟ معلش بظبط التلاجة يا سنبل. هتجيبي لي مية في الليزر ولا ايه؟ لا انت عايز مية؟ انا عايز اشرب. لا المية كلها هنا اهي. المية دي هتلاقيها سخنة اكيد طبعا. لا ما التلاجة ما فيهاش حاجة خالص. سنبل اليوم هيتخصم منك يا سنبل. انا مش رايح الشغل. ليه؟ انت في ايه؟ متوترة ليه كده؟ لا مش متوترة، انا بعمل حاجات يعني في البيت. انت مالك مش عارف تتكلمي ليه كده يا بيت؟ مفيش يا سنبل، انت عايز ايه يا سنبل؟ عايز اشرب من الثلاجه. تعال. ايه اللي جاب ابنك عندي هنا؟ انا قايل لك ايه؟ ابني يا سنبل. انا متفق قبل الجواز وقلت لك ابنك ما يجيش هنا. قلت لي خلاص مش هيجي بيتي، صح؟ يعني تحرمه من امه يعني يا سنبل ازاي؟ مش هحرمه منك، بس عند امك هناك تشوفيه مش عندي انا هنا. عند امي؟ ايوه طبعا. طب عشان حتى اقدره ان هو ابنك؟ لا مش في بيتي. مش في بيتك؟ لا طبعا. خلي بالك يا حبيبي. لا يا حبيبي انت مالكش ذنب في اي حاجه. بص يا حبيبي انت بره عنك الموال ده، بس انا عشان اعلمها تسمع كلامي. حاضر يا عم سنبل. ينفع كده يا سنبل؟ هات ابنك وتعالي. ما تزعلش يا حمو. اقعد يا محمد. انا قلت لك يا بنت الناس. ها؟ قايل لك ايه انا عليه؟ ما هو انت اللي خليتني اعمل كده يا سمر، انت قلت لي ما يجيش وانا لازم اشوف ابني. ما ردتيش عليا ليه؟ قلت لي محمد جاي. ما انت ما كنتش هتوافق. اقول لك ازاي؟ عشان كده بتساليني هتبات في الشغل ولا هتيجي بدري؟ ده ابني يا سنبل. ما انت قلت ابنك مش ابني. على فكره يا سنبل انت لو بتحبني هتقبله عشاني. بس انا متفق معاك قبل الجواز ان ابنك ما يجيش بيتي، قلت لي خلاص حاضر. بيوحشني. لما اشوفه هشوفه عند والدتي. ماشي. صح. بيوحشني يا سمو، لازم اشوفه. يبقى عند والدتك هناك، تقولي لي انا عايز اروح ابص على امي وهناك ابنك تتفق معايا يجي لك هناك. بس يا حبيبي بس كلامك معايا بس. انا خلاص. لا يا حبيبي. كلامك معايا ايه؟ انت مجنون يا بنت ولا ايه؟ سمو
يلا خلاص انا هاخده وامشي. يلا مع السلامه. انت شايف كده يعني؟ شايف كده. يلا 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 يا حمو يلا يلا. طول ما امك موجوده ما تنعش اهم اي حاجه. يلا يا حبيبي. وانا هربي عيال غيره ولا ايه؟ حاجه قرف.